سلمى رفع أكثر من 1439 مخالفة في الأسواق التونسية من أجل التلاعب بالأسعار. هاي شنو المطلوب؟ هنا ربما ضغط على السوق باش ينقصوا في الأسعار باش يجيب المواطن ينجم يشري. 10,000 ما عادش نجم تقل. هو في الواقع راهو خروج الدولة من الاقتصاد. الدولة قاعدة تتخلى اقتصاديا على دورها. الدول المتقدمة قاعدة تساهم في الاقتصاد. نحن شفنا توا ثورة 2011 صارت على الرأسمالية ضد الرأسمالية. تشغيل حرية كرامة وطنية هكا ولا باهي. نحن نشوفوا اللي وصل في 2011 بالانحطاط الدولة وعدم قدرتها على التشغيل هو تمكن رؤوس الأموال الفاحشة من التحكم في الاقتصاد الوطني. إلى يوم الساعة الاقتصاد الوطني في يد رؤوس الأموال. كيفاش نحن نسألوا سؤال هذا الوقت اللي نحن في نفس الوقت كدولة خارجين من السوق. نحن خادين عنا بعض مؤسسات اقتصادية وطنية، بعض المؤسسات العمومية خادين نحبوا نفوتوا فيهم بطريقة أو بأخرى، ونسعوا باش نفوتوا فيهم، وحتى اللي موجودين في أغلبهم خاسرين، وكيف يتحولوا للخواسر ولا يربحين. لهنا سؤال مطروح، الدولة هذه تحب تشارك في الاقتصاد الوطني ولا كان عندها رغبة في المشاركة في الاقتصاد الوطني الأسعار بطبيعتها تنخفض. لكن الدولة ما عندهاش رغبة، راهو حكاية التلاعب وحكاية التشكي من الأسعار راهي ما تجيب حتى نتيجة. خاطر هما إلى يوم الساعة ما ريناش إحالات على المحاكم على القضاء من أجل استغلال المال العام. رينا ناس قالوا باش يعملوا انقلاب وهما انقلب عليهم الشعب في 25 جويلية وتحالوا من أجل محاولة الانقلاب. الانقلابات تحددها مواصفات معينة، يكونوا عندهم يد في الجيش في الأمن في كذا. هذوما ناس كانوا في الحكم انقلب عليهم الشعب 25 جويلة أيدهم سيد الرئيس بارك الله فيه وفات عمليتهم نورمالمون يتحالوا من أجل إساءة التصرف في الاقتصاد الوطني لمدة 10 سنوات. لذا نحن كنحبوا نتحكموا في الأسعار، نرجعوا لسؤالنا المحوري، نتحكموا في الأسعار يلزم الدولة تدخل في الاقتصاد. باش تدخل الاقتصاد هي توفر البضاعة المفقودة. وقت توفر البضاعة المفقودة اش يولي؟ تولي ثم منافسة شريفة ولا منافسة حرة كما كانت سابقا موجودة في الأسواق التونسية. ما دام الخواص يتحكموا في البضاعة هما يشتريوها من الخارج وهما يجيبوها لهنا وهما وزارة التجارة تحدد سعر معين وما يقعش احترامه، قداش باش نعملوا مخالفة؟ هما الكل مخالفين وكل متفقين على 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 على, على المخالفات. لذا وهما في انفسهم هذوما رؤوس الأموال عندهم أخطبوط موزعين في كامل الجمهورية، تشد واحد وما تشدش البقية، هما نفس المجموعة فهمني، أنت شديت واحد اثنين ثلاثة ولكن هما متفقين به. نشوفوا نرجعوا نحن الاتحاد الصناعي والتجارة اللي هو يقود المجموعة الاقتصادية الرأسمالي 700,000 بتين ده عنده، سمير مجهول شفناهوش في التلفزة يحكي مع السلطة المركزية الحكومة أو رئيس الجمهورية ما شفناهوش. شفنا الدولة هاي ضد المحتكرين هاي ضد كذا، لا يا سيد هذاك هو رئيس الاتحاد الصناعي والتجارة. السؤال يتوجه له ليه هو، أنت الناس هذوما اللي عطيهم بتين دات ممكنهم من رخص اقتصادية وهما يتلعبوا بقوت الشعب هما تسحب منهم الرخص الاقتصادية. أنا النادي بسمير مجهول نطرح له سؤال، أنت كمسؤول في الدولة ويعتبر مقام كبير على خاطر هو واتحاد شغل والحكومة يحدوا مسار الدولة يحدوا مسيرة الدولة فأنا اتجاه ماشي به. الاتحاد الشغل أنا نشوفه فيه في بعض المناسبات، الحكومة نشوفه فيها كل يوم، السيد هذا كما غايب ماهوش متواجد. لذا المطلوب منه هو رؤوس الأموال اللي غاديين يتلاعبوا بقوة الشعب يسحب منهم الرخص. سحب الرخص عن طريق طرق قانونية عن طريق اتحاد الصناعة والتجارة لمن لا تتوفر فيه شروط العمل النزيه فهمني. لهنا تولي ترجع المسؤولية لشكون؟ المسؤولية للمسؤولين اللي هما في مستوى السلطة المركزية. اتحاد الصناعة والتجارة يعتبر سلطة باعتباره هو مساهم رئيسي في الاقتصاد التونسي وهو بنفسه
يشوف المحتكرين ويشوف الناس تلعب بالاسعار ومخلي لهم الرخص الاقتصاديه عندهم يخدموا به. وسمير مجهول ما نشوفوا فيه نحن في التلفزه عامين تو من 25 جويلي ماهوش موجود، وحتى من قبل ماهوش موجود. عليه السيده ذي فوق راس وريشه، مو الناس كل تتحاسب كيف كيف يا سيدي. نحن كمواطنين عاديين نطلب سمير مجهول يجاوب على سؤالات هذه الكل. علاش المواطن التونسي اللي عنده رخصه عنده باتينده يتلعب قوت الشعب اليوم، وانت مخلي له باتينده يخدم بها؟ انت مخلي فلان مش لازم نسميهم اللي موردين الكرهب السيارات يجيبوا في 100,000 سياره سنويا 10 سيريات، وقت الدوله محتاجه للعمله الصعبه. فهمني الدوله ماهيش محتاجه 100,000 سياره في الطرق العامه، محتاجه للنقل العمومي، وسائل النقل العمومي متروات وكيران، هذوما محتاج لهم الشعب، ماهوش محتاج للسيارات السياحيه اللي 100,000 معناتها عمله صعبه قاعده تنزف. والبرودوي جوتابل جاي من منين؟ من شنو؟ من تركيا، قاعد نزيف اقتصادي مهول بالعمله الصعبه اللي هي نادره في تونس. لذا نطلب ونحملوا المسؤوليه هذه. اللي قلت لي شكون مسؤول؟ نرجعوا لشكون مسؤول على التدهور المعيشة وعلى الأسعار اللي هي ما حبتش في ارتفاع متواصل. المسؤولية ترجع لسمير مجهول يسحب البتندات من أصحاب الرخص اللي يتلعبوا بقوته الشعب اللي هنا. السؤال المطروح، اتحاد الصناعة والتجارة علاش هو اللي ما يفرضش ويحدد، بالرغم أنه ساعات يحدد الأسعار لكن تمشي للسوق تلقى أسعار أخرى؟ المطلوب تطبيق القانون اللي خالف الضرب على أيدي العابثين. علاش هذا كله؟ على خاطر القانون غايب ماهوش قاعد يتطبق. لو يطبق القانون نسحبوا رخصه اثنين ثلاثه اربعه رخص، البقيه كل تاخذ العبره وتستقيم الامور. ما دام ما ثماش تطبيق القانون ما نظلموا حتى حد وما نجاملوا حتى حد، اعتقد انه الزعيم لحبيب بورقيبه في الخمسينات وفي الستينات والسبعينات نجح بتطبيق القانون، والوحيد في العالم العربي بقات عنده صنبة تمثال. علاش؟ على خاطر نجح في تطبيق القانون بنسبة 70%، مال شوية مع الساحل لأسباب ظروف طبيعية بحر وكذا عمل لهم سياحة وكذا، ولكن في المجمل نتاعو طبق القانون بنسبة 70% ونجح مدة 30 سنة. الرئيس اللي من بعده اللي وقع عليه الانقلاب كذا في السنوات الأخرى غاب القانون وطبق عليه قانون آخر وقع اخرجوا من المنصب نتاعو. ما يصيرش تساؤل لهنا، تو كنا احنا مثلا في العهد السابق اللي وعاد بن علي كانت صحيح نفس الرخص هذيك موجوده، لكن ما كانوش يتعمدوا انهم يزيدوا في سعر البطاطا والطماطم والفلفل. لاحظوا في العشريه هذه الزيادات ما عادش بال 100 فرنك و 200 فرنك ولات بالدينار واكثر. ايه لهنا هاو هاك انت نوعا ما جيت للطريق الصواب. لهنا نحن السؤال المركزي هو في عهد الرئيس السابق بن علي هو كان معناتها حريص على تطبيق القانون في المستوى الاقتصادي، كان حريص كل الحرص. تفد ليك قبل يقولوا اكيد سمعت بها، يقوم الصباح رئيس الجمهوريه يقول بقداش الطماطم يمشي يطلب يلقاها ب 800، يمشي يدخل السوق ما يلقاها بدينار، السوق كامل يفوت. كان وقت اللي السلطه المركزيه السلطه تحرص على تطبيق القانون ما ثم حتى حد ينجم يتجاوز، ما ثم حتى حد يقدر باش يتجاوز السلطه. والسلطه قويه اليوم، السلطه قويه اليوم. علاش نقول قويه؟ على خاطر الرئيس والحكومه والامن والجيش والشعب كلهم ملتفين في اتجاه واحد. هذوما هل الاقليه المحتكره والاقليه اللي تتلاعب قوت الشعب قداش يعدوا في الجمهوريه؟ 5,000 10,000 ايه ماناش قادرين نحن باش نتحكموا فيهم، لكن ماناش قادرين باش نتحكموا فيهم فعلى الدنيا سلام. انا نقول حاجه واحده، من المسؤول الكبير للمسؤول الصغير نحرصوا كل واحد من الموقع نتاعو على احترام القانون وتطبيقه. التونسي ريتو التونسي اللي هنا ما يحترمش القانون تهزوا لاوروبا يولي يحترم القانون ويخدم الاشغال الكل اللي تتصورها، ويروح بالعمله الصعبه، يروح بالكهرباء، ويروح بمشاريع. بينما في تونس يولي يتلاعب بالقانون ويولي واللي معناتها يتمسخر على الناس. علاش؟ على خاطر على يقين وانه ماهوش مش يطبق عليه القانون. نحن نطالبوا حاجه واحده، هي دوله مؤسسات، دوله قانون مؤسسات، ولا نطبقوا القانون على الجميع، واللي خالف يتحمل مسؤوليته مهما كان درجته لا اكثر لا اقل.